من أشهر الأكلات البغدادية أكلة الباتشا، التي لها مكانة مرموقة في أذواق البغداديين، وخاصة الذين يعملون في مهن تتطلب القوة البدنية كالحدادة والبناء. فمنذ عقود يعرف الكرخيون مدى قوة تأثير باتشا حج رشيد بن طوبان، أشهر مطاعم بغداد، على من يتناولها، وخصوصا في الصباح الباكر، حيث يخرج العمال مبكرين إلى عملهم ويتجهون إلى مطعم بن طوبان الواقع قرب مقبرة الشيخ معروف الكرخي لتناول طبق الباتشا الذي يغنيهم من الجوع إلى حين عودتهم إلى البيت في المساء.